السلام عليكم. والله سبحان الله، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأخ هذا يا أندرو تيت يعني أسلم، وكان من المشاهير يعني، وحتى في عالم يعني المصارعة والملاكمة كان من المشاهير، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي كان من المشاهير. فأسلم فازدادت شهرته، فأراد يعني أصحاب الدولة العميقة وأصحاب الباطل أن يشوهوا سمعته ليصدوا الناس عن اتباعه والاهتمام به. فسبحان الله زادت شعبيته أكثر وعرفته الناس أكثر. والله لو تركوه يعني أسلم لعرفه يعني فقط يعني لل يعني ل يعني أناس يعني معينين من يتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي أو الذي يتابع يعني المصارعة والملاكمة. لكن سبحان الله بسجنهم له ظلما وعدوانا وعلوا وفسادا في الأرض، عرفوا به وبقيضيته أكثر. أصبح الناس كل يعني الناس يعني، حتى يعني قيل أن السنة الفارطة كان يعني سبحان الله في سنة 2022 ثالث شخصية يعني تكلم عنها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وبحث عنها وتابعها في مواقع التواصل الاجتماعي. أول شخصية هو الكلب ترامب أعزكم الله، والثانية الهالكة الجيفة ملكة يعني هالكة بريطانيا الهالكة إليزابيث، والثالث هذا الأخ يعني أندرو تيت. يعني سبحان الله نسأل الله يثبت. فسبحان الله أراد الكفار أن يشوهوا سمعته ويمكروا به ولا يشهرونه، فاشتهر سبحان الله أكثر. وأنا والله يعني ما كنت أعرفه، مع أني يعني لا أتابع يعني أتابع يعني يعني فقط يعني بعض المباريات يعني للإخوان المغاربة كما جمال بن صديق ولا لزعر ولا زعيتر ولا بدر هاري، ولو تابع يعني في اليو اف سي ولا في يعني اسلام خشيف وحمزه شمايف وحبيب نورماجوميدوف، مع انهم هذوك يعني صوفيه واشاعره، لكن اتابعهم يعني فقط يعني للتسليه، ما اتابعهم يعني اعجاب بهم او باسلامهم، لان اسلامهم يعني فيه نظر. على كل حال فسبحان الله واندرو تيت والله ما كنت اعرفهم صدقا، والله ما كنت اعرفهم. فعرفته سبحان الله لما سجنوه، بدأت يعني مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعج به وبقضيته، فسبحان الله تعرفت عليه، وكثير من الناس عرفوه بعد سجنه. فالحمد لله يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وكما قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله أظن أني أخطأت فيها الآية في سورة البقرة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.